بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في قناتكم قناة بانوراما للأعمال الخشبية. إن شاء الله معنا فيديو جديد ومعنا مطبخ كلاسيك زي ما حضراتكم شايفين، مطبخ من منتهى الجمال، لون رصاصي فاتح في موف، طبعا الدهان دوكو فرن أو حراري. المطبخ صغير بس ما شاء الله معمول في شغل كتير جدا. ده الدور العلوي زي ما حضراتكم شايفين، الخدمة والتشطيب عالي جدا. ده المطبقية، دي المطبقية، وده الحلية اللي فوق. طبعا المطبخ كلاسيك وبسيط جدا، المقابض فضي، الرخام جالاكسي. طبعا الجالاكسي ما شاء الله عليه ما بيغيرش اي لونه، ما بيبقعش ولا لونه بيتغير. دي الحلة مفتوحة في الرخام. ده المطبقية هي. طبعا المطبخ معمولة نظام باكم قلاب، لما بتفتح الضلفة وتسيبها بتفتح لوحدها زي ما حضراتكم شايفين. ده الباكم. طبعا ده القلب بقى من جوه. القلب ده فرومايكا. فرومايكا طبعا الفرومايكا غير الميلامين. الفرومايكا ديت لا قدر الله لو في حريق ما بتولعش، ضد النار طبعا، ضد الميه طبعا. بالتالي يعني لو واقف عليها ميه بالايام ما يجرى لهاش اي شيء، ما مش زي الميلامين. الميلامين لو طالوا ميه يا دوبك يومين ثلاثه بيقشر وبيعفن وطبعا بيتحرق زيه زي الخشب، لكن الميلامين دي ماده عامله زي العظم. ما شاء الله المطبخ الوانه في منتهى الجمال والخدمه عاليه جدا. شوفوا اللمعه. ده البوتاجاز طبعا معمول له مكان في المطبخ. وده التصميم من الخارج. في طبعا فجوه في النص هي معمول فيها اضاءه مخفيه. وده العلبه اللي فوق الثلاجه، معموله ضلفتين صغيرين برضو عشان يبقى المطبخ متكامل وشكله واحد. يعني طبعا احنا عاملين الالوان عكس بعضها، يعني الاثنين اللي في نص المطبخ دول ابيض، الاثنين اللي في النص ابيض. دي الاضاءه ولعناها السبوتات، ده حضراتكم شايفين السبوت. وده العلبة التلاجة زي ما قلت لحضراتكم. الجميل في الموضوع ان الخدمة عالية جدا. طبعا ده الازاز مرسوم كمبيوتر. ده الفورمايكا اللي ما بكلم حضراتكم عليها، دي فورمايكا. الفورمايكا غير الميلامين، لان في ناس كتير بتخلط بين الميلامين وبين الفورمايكا. طبعا احنا كصناعية الحمد لله بنعرف الفرق، يعني الفرق الفورمايكا من الميلامين بتعرف حتى لو المطبخ خلصان، لكن طبعا الناس ما بتاخدش بالها من الفرق. وللاسف الميلامين ده ما تعملوش ولا ببلاش، لانه بيعفن اصلا لو طالوا ميه. ده الدرج طبعا معمول على عجل سحاب. ده الفورميكا زي ما حضراتكم شايفين، ده العجل السحاب هون مرحلتين مش مرحله واحده. المطبخ ما شاء الله يعني فيه شغل جامد جدا وعالي. ده الازاز، ده مرسوم كمبيوتر. طبعا احنا برضو مختارين لون موف عشان يناسب برضو لون المطبخ زي ما حضراتكم شايفين كده، منتهى الجمال. ده المطبخ زي ما بقول لحضراتكم. ده بقى الباكم. الباكم ده انت مجرد ما بتفتح الضلفه وبترفعها بترفع معاك. ده التصميم من تحت، ده تصميم المطبخ من تحت ما شاء الله. طبعا المطبخ دي اللي هي نظام سوسته، يعني مش اللي هي القديمه يعني. طبعا الضلفه بتقفل زي ما حضراتكم شايفين، انت بتضغط عليها هي بتقفل. شغل عالي جدا ما شاء الله. الاسبوتات، دي الاسبوتات برضه هنا. ده الفورميكا. زي ما بقول لحضراتكم الفورميكا جميله جدا وبتعيش وبتحافظ على الخشب وضد النار، لكن الميلامين ما تعملوش ولا ببلاش. انا في النهايه طبعا بشكركم على المتابعه، ولو في اي تعليقات تكتبوا لي وانا ارد عليكم ان شاء الله، ويهمني رايكم. والسلام عليكم.